نمضي إلى المواكب ومنها نقرأ: مجمع الفقه يكشف حيثيات فتوى حرمة التطبيع مع إسرائيل. أفتى مجمع الفقه الإسلامي أمس بالإجماع بحرمة التطبيع مع إسرائيل في المجالات كافة، باعتبار أن الخطوة تعد مساندة للظلم ومعاونة على الإثم والعدوان. وقال رئيس مجمع الفقه الإسلامي دكتور عبد الرحيم آدم إن الفتوى ليست ملزمة بل معلمة، وكشف عن حيثيات الفتوى مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على أنواع من الأدلة واستنباط الأدلة الكلية الموجودة في الشريعة الإسلامية. وأضاف النظام الصهيوني مثله مثل النظام السابق المؤتمر الوطني الذي نبذه المجتمع. مجمع الفقه الإسلامي يفتي بحرمة التطبيع مع إسرائيل، هل لهذه الفتوى آثار على التحركات الرسمية والسياسية بشأن التطبيع؟ لا أعتقد، لأنه مجمع الفقه الإسلامي مع الاحترام له يستند في حيثيات فتواه على الاحتلال والظلم وغيره. الآن السودان فيه منطقتين محتلتين من قبل دولتين جارتين، معلومات تماما لمجمع الفقه لماذا لم يتحدث عنهم، لماذا لم يتحدث عن حرمة التطبيع. مسألة التطبيع إخراجها من سياق السياسي إلى سياق فقهي وديني يصبح أمر غريب، لأنه نحن دائما ما نتحدث عن أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي إلى رحمة مولاه ودرعه مرهونة عند يهودي في باب جواز التعامل مع أهل الكتاب، وحل لكم طعامهم، واضحة يعني النصوص. فالمسألة ربطها بالاحتلال والسكوت عن احتلال منطقتين في السودان بيبقى مسألة صياغة مختلف جدا جدا. إذا كان مجمع الفقه الإسلامي أفتى بحرمة التطبيع، فمن هم الشيوخ الذين ذكرهم نائب رئيس مجلس السيادة بأنهم موافقون على التطبيع؟ من كان يقصد؟ لا علم لي، لأن تعود نائب رئيس مجلس السيادة أن يطلق الحديث مبهما دون الإشارة إلى الشيوخ الذين قالهم. لكن في أنا وقفت على آراء عدد من العلماء، يعني الشيخ الخنجر من المجمع الصوفي ومن جمعية الأشعري العلمية عنده حديث موافق للتطبيع، وبيقول إنه ده سياق سياسي والمصالح بتاعة الدول هي اللي بتحتمه. هل المشكلة مع إسرائيل دينية أم سياسية؟ المشكلة أخلاقية في المقام الأول، أخلاقية، لأنه إسرائيل ككيان صهيوني قامت باحتلال منطقة عربية، قامت باغتصاب أرض ليست أرضها، قامت بتهجير شعب مسلم من أرضها. لكن مرور الوقت والسياسة والمتغيرات الكبيرة تجعلها في الإطار السياسي. أنا دائما بقول إنه ليس من حق أي أحد أن يزايد على موقف السودان تاريخيا في مسألة فلسطين وفي الوقوف معها بالرجال بالجيوش بالسلاح منذ 48 وحتى وقت قريب. السودان كان في موقف مميز مع فلسطين. يعني ذكر في الخبر بأن الفتوى ليست ملزمة بل معلمة، يعني ما الفرق ما بين الاثنين؟ ملزمة واجبة النفاس، معلمة من باب العلم. لكن استوقفني في الخبر وصفه للكيان الصهيوني بأنه مثل المؤتمر الوطني المحلول. برضو مجمع الفقه أنا ما عارف استناده على شنو في مقارنته بين الكيان الصهيوني والمؤتمر الوطني. قد يكون في التقتيل، في انتهاك حرمات الشوارع، في الاحتقالات التي تمت على الناس تشابه فعل الإسرائيليين. طيب، يعني هل تتوقع أن تتكئ المجموعات الإسلامية المعارضة للحكومة الانتقالية على هذه الفتوى و تتخذها زريعة لإثارة القلاقل على الأرض في الفترة المقبلة؟ يصعب عليها ذلك، لأن المجموعات الإسلامية الوعاء بتاعه هو المؤتمر الوطني المحلول، ومجمع الفقه شبهه هنا بأنه كالإسرائيليين، فكيف لك أن تأخذ الأمر من باب ولا تقربوا الصلاة فقط. يعني بيان موقف بيان مجمع الفقه بيتكلم عن أنه هم ذات المجموعات الإسلامية أفعال نفسها أفعال، فيصعب عليهم الاستناد عليهم. هل من مهام المجمع التعليق على قضية معينة أو شيء معين بشكل سياسي؟
هل من حقه ذلك؟ أنا أفتكر أنه من حقهم ومن حق المنصوص على ذلك؟ لا لا، ليست هي مؤسسة غائمة كالمؤسسات الرسمية للدولة، زي ما في عمود قبل قليل تحدث عن أنه المواصفات والمقاييس والجمارك، عمود الباشمهندس عثمان مرغني، عثمان مرغني في حديث المدينة صح. أستاذنا ما عندها السلطة القانونية اللي بتخلي الامتثال لفتواها موجود. دي مسألة استشارية عندها حديث في رمضان إعلانه، سبوت الهلال، العيد أو غيره، حتى الإفتاءات للقضايا الفردية يستطيع الأشخاص أن يتقدموا بطلب فتوى في زواج، في طلاق، في مثل هذه الأمور.